انت بتعمل ايه يا خميس؟ الله، مش انا اللي منقيها؟ يبقى لازم انا اهتم بيها. اوعي تضيعيها، اوعي تضيعيها. ده انا منقيها من وسط الف جوز. انا اول ما شفت الجزمه دي قدامي شفتك فيها. نعم. اقصد يعني لايقه على رجليكي. والله يا خميس انت ساعات بيبقى عليك حاجات صعبه تتفهم. بقول لك يبقى احنا هنضيع اول ليله في شهر العسل في سين وجيم، ده حتى يبقى فال وحش ولا ايه؟ انت عارف يا خميس انا عايزه الف البلد دي حته حته بس من بدري. ما احنا هنلف هنلف، انما الليله دي في كلام تاني. ايوه صح، انت عارف يا خميس قصدي هو انت اخترت البلد دي ليه يا خميس؟ قضيها بقى راغي، ارغي في المرغي واحكي في المحكي واسحبي من رصيدك. الله، طب هو انت عايز ايه يعني؟ سلامتك يعني. الله يسلمك. احنا هنستهبل يا بنت كده، هنخش في وقت الذروه والزحمه، والزحمه هتبقى شديده قوي والشمس هتقور نفوخنا. خلاص خليك في حالك وبعيد عن الزحمه. طب ما ناخد جنب انا وانتي ونقضيها ونقول بسم الله. ليه بقى يا خميس؟ هو انت هتاكلني؟ اكلك ده ايه؟ انا هحلي.